مع ازدياد الاستقطاب السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الحجم ربما للمرة الأولى منذ عقود، تتجه الأنظار نحو الأقلية المسلمة بوصفها أحد عوامل الترجيح في الانتخابات الرئاسية التي لا تزال نتائجها محل جدل كبير، مع استمرار رفض الرئيس الحالي دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته لصالح منافسه جو بايدن. هذا الاهتمام البالغ بموقف المسلمين الأمريكيين لم يكن بنفس القدر في أوقات سابقة، لكن ثمة مستجدات على أكثر من صعيد دفعت المسلمين من جهة إلى تنظيم صفوفهم أكثر والسعي إلى التأثير والمشاركة في الحياة السياسية الأمريكية، ودفع القوى السياسية الأمريكية التقليدية لإبداء الاهتمام بموقف المسلمين الأمريكيين. فماذا نعرف عن محاولات الاندماج السياسي للمسلمين في أمريكا؟ تختلف التقديرات حول أعداد المسلمين الأمريكيين نظراً لأن هيئة الإحصاء الأمريكية لا تصدر بيانات فيما يتعلق بأعداد مواطنيها وفق دياناتهم. أقل المقدرين يقول إن أعداد المسلمين الأمريكيين لا تتجاوز 2 مليون، بينما يقدرها آخرون بحوالي 7 ملايين أمريكي مسلم، أمام معهد بيو للأبحاث وفق دراسة أجراها قدر عدد المواطنين الأمريكيين المسلمين بحوالي 3.45 مليون مواطن عام 2017، يشكلون نحو 1.1% من إجمالي سكان البلاد، متوقعا أن تصل النسبة عام 2030 إلى 1.7% بواقع نحو 6.5 مليون مواطن، كأسرع الأقليات نموا متقدمة على نظيرتها اليهودية. رحلة المسلمين من الجمهوريين إلى الديمقراطيين. قبل الألفية الثانية لم يكن للمسلمين الأمريكيين أي طموح سياسي ولا اهتمام تنظيمي فيما يتعلق بتوجيه أصوات الأقلية لصالح حزب بعينه، لكن المزاج العام كان يميل أكثر نحو الجمهوريين لأسباب دينية وأخلاقية، وهو ما ظهر في انتخابات عام 2000 التي كشفت استطلاعات الرأي فيها تصويت 70% من المسلمين للمرشح الجمهوري جورج بوش ضد منافسه الديمقراطي آل غور. في نفس الانتخابات بدأت إشارات القوة التصويتية للمسلمين تظهر أمام الجميع بعد حسم بوش ولاية فلوريدا المتأرجحة لصالحه بفضل أصوات المسلمين هناك بفارق 537 صوتا فقط عن منافسه الديمقراطي. لكن المفاجأة أن هذه المؤازرة للجمهوريين بدأت في التحول بعد أقل من عام إثر الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان تحت إدارة بوش الذي أيدوه، وتحول هذا التأييد تماما خلال 20 عاما ليصل إلى تأييد المرشح الديمقراطي جو بايدن بنسبة 71% ضد الجمهوري ترامب. رحلة تحول تخللتها محطات كثيرة في التقرب نحو الديمقراطيين والابتعاد أكثر عن الجمهوريين، بدأت مع الحملة التي أطلقها بوش تحت شعار الحرب ضد الإرهاب، وازدادت مع وصول الديمقراطي أوباما للسلطة عام 2008، وبلغت ذروتها في 2016 بتأييد كبير لمرشحات الديمقراطيين هيلاري كلينتون ضد الجمهوري ترامب. التمثيل السياسي. لم يكن تأييد المسلمين لهيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة 2016 كافياً لمرورها نحو البيت الأبيض على حساب ترامب. نجح ترامب وكان أول قراراته فيما يتعلق بالمسلمين منع مسلمي دول عربية من دخول أمريكا، وتصريحات عنصرية متتالية دفعت المسلمين لاستشعار الخطر والوصول إلى قناعة بأن مجرد التأييد لحزب معين أو مرشح معين ليس كافياً للتأثير في توجه السياسيين في القضايا المتعلقة بالمسلمين، وهو ما دفع مسلمتين للترشح على قوائم الحزب الديمقراطي للكونغرس في انتخابات عام 2018 إلهان عمر ورشيدة طليب، نجحتا في الحصول على مقعد في الكونغرس ونجحتا أيضا في الحفاظ على مقاعدهما في انتخابات 2020، وانضمت لهما مسلمة ثالثة هي إيمان جودة عن نفس الحزب. في هذه الأثناء كان جو بايدن المرشح الديمقراطي لرئاسة أمريكا يهتم لتوجيه خطاباته نحو المسلمين الأمريكيين بضرورة المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية الأمريكية، وهو ما طمأن المسلمين بشكل كبير إلى توجه الديمقراطيين في قضايا الأقليات. المستقبل.
رغم بوادر المشاركة الفاعلة للمرة الأولى للمسلمين في السياسة الأمريكية خلال السنوات الماضية، لا تزال هذه المشاركة غير متناسبة مع حجم الأقلية هناك، إذا ما قرنت بتأثير الأقلية اليهودية التي تمتلك لوبيات تأثير ضخمة، وفي حين تقول دراسة معهد بيو إن حجم الأقليات المسلمة سيتجاوز بحلول عام 2040 حجم الأقلية اليهودية، لتصبح ثاني أكبر مجموعة دينية بعد المسيحيين. يترقب الساسة الأمريكيون تحركات الأقلية المسلمة خلال هذه السنوات، هل تختار الاندماج والتأثير في السياسة أكثر؟ أم تكتفي بضمان عدم التعرض والتمييز ضدهم؟